واحد اثنين ثلاثة. يا عم سعيد، عم سعيد السلام عليكم. يلا ها، واحد اثنين ثلاثة. ولا ما عندك حقين؟ حقين. ما عندك زبادين؟ أنا اللي أقوم بأكتب السيناريو، وبعدين أرجع أجمع الفريق وأصورهم وأجهز المواقع وأجهز الملابس وأجهز اللوكيشن الديكور الحركات، وبعدين بالنهار منتج الحلقة، أصلح المؤثرات الصوتية، أرتب المشاهد، وبعدين أنزل لليوتيوب، وكله بتليفون. استناك الشاهد وأنا شو اللي قد أطلب الله وأرجع أبرقه. ما لما قبرك شيء أولا. اثنين ثلاثة عيدي. هي زيت حبصل صح؟ ده حبصل صح؟ ها؟ يلا وديك غدوة. يلا. أمثل دور سعيد التاجر، وكوني مثلا مستجد ما درست أي حاجة بالدراما، لكن الحمد لله على كل حال طبقت هذا الدور وأثبت وجودي في هذا الدور واتقنته بمساعدة نشوان المخرج تبعنا. ثلاثة. زعم ما بينك انتوبين الذي سمعكم يا عبد الرحمن عيب تعلم الناس على خالك العيب والظلم إن التايب عبد الغني وأوقف الزو شعفه. أنا داري بس أقل شيء احترمه لأنه خالك وأكبر منه. أنا عبد الرحمن بن عزيزة بالمسلسل هذا، والمسلسل الأول لي عمر حمود اللويك هذا كان بالسعودية، وذا الحين يطلب الله بالتهنئات بالإعلانات. واحد قصص على الناس يا ابني هذا اللي خططوا عليه يشتقر الرؤسوس.